المؤسف أستاذة فايزة أن السيد عبيد البريكي الوزير الأسبق، أعتقد المكلف بالتشغيل أو الوظيفة العمومية، كان إلى وقت قريب نطق بالحق وذكر، ومن خلال موقعه الوزاري أكد أنه فقط 5000 6000 فقط ممن شملهم العفو والتشريع العام، وكان كلاما حقيقة وحقا في وجه كل من بالغ وقالوا أنه ترويكا قد شغلت أكثر من 100,000 للأسف الشديد، وبما فيهم وزير مالية سابق كان في الترويكا نفسه. للأسف الشديد ورغم ذلك في الأيام الأخيرة يعود السيد عبيد البريكي لنفس السردية ويقول لك أنه هم تورطوا في الفساد، وما حصلنا عليه ما نعيشه اليوم هو نتاج لفساد ال10 سنوات. كيف تقرأين هذا التقلب، هذا الخطاب الغير مبدئي في جزء من نخبتنا للأسف الشديد؟ نعم حسين، هو كما قلت هو خطاب غير مبدئي، هو خطاب كما قلت لك معناها لكل مقام مقال في المعنى السلبي، يعني يلزمني نزنها. توا باش نقول الحاجة هذه ستحسب لمن؟ إذا كان أنا قدمت التصريح هذا هل سيحسب لخصمي أو لا يحسب؟ معناها كل شيء يحسبوه هما يا حسين. اللي اليوم قالوا هذا ضحية حركة النهضة اللي تنكرت لأبنائها وجوعتهم، على أساس حركة النهضة حكومة هي ودولة باش هي اللي تقوم معناها وعندها ميزانية دولة باش تتكفل بالضحايا هذوما الكل، وهي قاعدة تتكفل بجزء كبير على حد علمي يعني، ولكن ما عندهاش ميزانية دولة هي باش تتكفل بكل شيء، وهذوما ضحايا الدولة، والدولة هي اللي تتحمل المسؤولية قدامهم، وهي مطالبة أن تعتذر لهم، وهي مطالبة أن تتكفل بهم وبأبنائهم، لأنهم هو ضحايا الدولة التونسية مش ضحايا حركة النهضة. حتى نكون واضحين، هذوم كما قلت لك اللي كانوا 4 شهور التالي و5 شهور التالي يحكيوا على حركة النهضة اللي سرقت وهزت من الميزانية واعطت لأبنائها، هما اللي اليوم يقولوا انه قانون 38 قانون شعبوي وغير قابل للتطبيق وهذا عبء ثقيل على الدولة، هما اللي كانوا قبل 25 جويلية يحمشوا ويشحنوا ويحرضوا للشباب المعطلين عن العمل باش يمشيوا ويطالبوا بحقهم وبقانون لتشغيلهم في الوظيفة العمومية بعد أكثر من 10 سنوات بطالة. هما نفسهم يا حسين اللي كانوا يقولوا على التوافق خيانة، التوافق اللي ضمن الاستقرار في تونس لفترة معينة واللي لا تدار البلاد اليوم، وأثبت التاريخ أنه لا تدار البلاد اليوم من غير توافق، اعتبروه خيانة. هما اللي اعتبروا التمسك بالاستقرار التفاف على المسار، هما اللي قبل كانوا يعتبروا أنه التوافقات اللي تصير بين الأحزاب هي صفقات سرية تتم تحت الطاولة، هكا كانوا يقولونها. هما اللي كانوا يعتبروا أنه كل من يسعى إلى فتح قنوات حوار هو قاعد يهدد أو يتلاعب بالأمن وبالاستقرار بتاع التوانسة. هما نفسهم اليوم اللي قاعدين يغالطوا في مغالطات تتناقض على اللي كانوا يقولوا فيه توا. فالمسألة مش مسألة مبدأ يا حسين، مش مسألة مبدأ، هذوما ناس ما همش مبدئيين ولا عندهم مبدأ ولا عندهم رؤية ولا عمرهم في حياتهم كانت عندهم مبدأ، هذوما وين تميل الأمور لصالحهم يمشيوا معاها. أمس الطرف هذاك كان ضد عدوية، ضد خصمي فأنا نمشي معاه، اليوم هذاك ولا لصالحه فأنا نولي نمشي ضده، وهكذا. اليوم التوافق باهي مع ناس معينين، قبل التوافق مشيت في حركة النهضة خيانة عظمى قام بها السبسي بالشراكة مع الغنوشي. اليوم كان يعمل الاتحاد توافق مع الاتحاد الشغل، توافق مع بعض الأحزاب، تولي الناس كل تشيد بهذا التوافق. إذن المسألة مش مسألة مبدأ، مسألة سيبلاج، عملية سيبلاج. أنا اليوم الخصم نتاعي وين هو بالضبط، وين أنا نستهدفه، في أنا كفة هو موجود نستهدفه أنا مباشرة، كما كانوا في قبل 25 جويلية يسبوا في أو يتهكموا أو يتنمروا على رئيس الجمهورية
بمجرد ما رئيس الجمهورية حسوا أنه مشى في السبلاج نتاعهم مباشرة يصبح رئيس الجمهورية المنقذ، والناس الكل تمشي ترمي روحها في 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 أحضان رئيس الجمهورية. واليوم وقت لرئيس الجمهورية نحسوا أنه مال شوية على الأهداف نتاعهم، وكما قلت لك السبلاج نتاعهم، نولي ناخذ موقف من رئيس الجمهورية، يولي رئيس الجمهورية بالنسبة لي بيه وفيه وعليه. هذا اللي قاعد يصير. مشكلة أنه اللي قاعدين يتصرفوا توا ناس غير مبدأ، لا عندهم مبدأ يا حسين، لا عندهم رؤية حقيقية، لا عندهم مشروع، لا هم أصحاب مشروع ولا في يوم من الأيام كانوا أصحاب مشروع. لو كانوا أصحاب مشروع ورؤية لنا شفنا هالمعارك القذرة هذه، ولا شفنا هالسقط اللي قاعدين يشوفوا فيه من مستنقع اللي قاعدة تنزل فيه تونس اليوم. أنت عندك مشروع مؤمن به، فأنت قادر تدافع عن المشروع متاعك حتى آخر لحظة، وقادر تهزم قوة ثقتك في مشروعك أي شخص مهما كان قوي قدامك. لكن لأنك أنت بلا رؤية وبلا مشروع وبلا هدف، وسامحني نقول لك مسألة الوطنية حاطها بين قوسين مؤجلة، ورؤيتك ما هيش الوطن وما هوش مصلحة الوطن ومش مصلحة بلادك، رؤيتك هي مصلحتك أنت، وين تقف مصلحتك أنت تقف. ولو كانت أنت في سفينة فيها عدوك، من تراه أنت عدوك أو خصمك، أنت مستعد أنك تقلب السفينة هذيك الكل بمن فيها لمجرد أنك أنت تتخلص من الخصم هذاك. هذا مشروعك، هذا مبدئك، هذه رؤيتك. ما عندك حتى مشروع آخر وحتى رؤية أخرى إلا هذه. لذلك احنا قاعدين نمشي نحو القاع وقاعدين نقول حذاري أيتها النخبة الإعلامية والسياسية، راك قاعدة تمشي نحو القاع، ماشية نحو المستنقع، والمستنقع والقاع والقاع اللي مشيته ما عندوش قرار. نعم. وإذا بش تضر مش عدو، مش خصمك اللي بش تضر التوانسة الكل، والتوانسة الكل بش تحطهم أنت في الخطر اللي تحطينا فيه اليوم واللي قاعدين تحطوا فيه كل يوم بسبب أنانيتك، بسبب معناها كمية الحقد اللي جاي بها، اللي محمل بها من التاريخ وما نجمتش تتحرر منها، وعبء التاريخ بأحقاده الإيديولوجية وبأحقاده الفكرية وبأحقاده الثقافية لم تستطع أن تتخفف منها. هي قاعدة تقود فيك، مش الرؤية، مش برنامج اللي قاعد يقود فيك، قاعدة تقود فيك مجموعة من الأحقاد الإيديولوجية، وهي اللي تحدد لك في مواقفك. لذلك مواقفك ما هيش مبدئية، لذلك أنت اليوم صديق غدوة عدو، لذلك هذاك اليوم صديقي غدوة يولي عدوية. ندافع عليك اليوم وغدوة نهز إيدي عليك، اليوم نقول أنت صديقي غدوة نقول أنت عدوي، لأنه ما عندكش حتى رؤية وما عندكش حتى مبدأ. وبالنسبة ليك الوطن لا يعني شيء، ومصلحة بلادك ومصلحته وخيانك ومصلحة جيرانك وأقاربك ما يعني حتى شيء بالنسبة لي. كل ما يعنيك هذا الموروث الثقيل اللي ما زلت مكبل به وماكش قادر تتحرر منه. هذا بالنسبة لي التوصيف الوحيد اللي نجم نقوله على هؤلاء. نعم.